معانا دلوقتي سيدات سنجل مام عايشة لوحدها بتربي أولادها، بس في نفس الوقت قدرت تنجح في حياتها العملية. حياتها ما خلصتش بعد ما عايشت لوحدها، عشان كل واحدة ست ممكن تعيش لوحدها، مش شرط عشان الانفصال، ممكن تكون أرملة أو عايشة لوحدها عشان جوزها مسافر، المهم إنها لوحدها في النهاية. تحس إن حياتها خلصت أو إن هي مكتئبة أو إن هي لا، ممكن تلاقي لنفسك حياة. اعملي الحاجة اللي أنت بتحبيها، لازم أنت يبقى عندك الكيان بتاعك. أنا برحب بضيوفي منوريني في الاستوديو، مدام سهام. ازيك يا مدام سهام؟ عاملة إيه؟ مدام هديل. أهلا بيك يا أميرة. ازيك، عاملة إيه الأخبار؟ ومدام فاطمة. ازيك يا مدام فاطمة؟ عاملة إيه؟ مدام سهام قولي لي بتشتغلي إيه؟ بشتغل في مستشفى حكومة، فني هندسة. فني هندسة يعني ايه؟ يعني صيانة. يا شيخة والله العظيم برافو عليك. صيانة. عندك اولاد ايه؟ عندي عمر. عندك عمر، ربنا يخليهولك. عنده قد ايه دلوقتي؟ عنده 13 سنة حبيبتي، ربنا يخليهولك. وبتشتغلي فني هندسة يعني؟ بس دي حاجة مش شغلانة رجالي شوية يعني؟ طب انت ازاي ده يعني ازاي دخلتي؟ لا هو انا عشان هو توصيفي الوظيفي فني هندسه. بشتغل في المستشفى يعني صيانه يعني اي حاجه صيانه في المستشفى بتعطل الفني الهندسه هو بيبقى المسؤول ان هو يصلح. وبتحبي الشغل بتاعك؟ اكيد. بقى لي 13 سنه فيه. وناجحه فيه؟ اه الحمد لله. الحمد لله. كملت دراستي كمان. عملتي ايه بقى في دراستك؟ كنت انا اساسا انفصلت، كنت معايا ثانوي. كملت بقى معايا بكالوريوس تجاره. يعني بعد ما انفصلتي كملتي دراستك مره تانية؟ كملت بقى معايا بكالوريوس تجاره قسم محاسبه ومراجعه. فالحمد لله، فمستنيه الاحسن يعني. كمان عايز تعملي ايه تاني؟ عايزه اعمل ايه تاني؟ كان نفسي اكمل ودبلومه، بس تقريبا في مشاكل في التعليم المفتوح. قالوا ان خلاص هيوقفوا التعليم المفتوح، فانا كنت نفسي فعلا اكمل اعمل دبلومه. طب انا عايزه اسالك سؤال، الاول كان معاكي ثانويه عامه، بعد لا مش ثانويه عامه، دبلوم. دبلوم. بعد ما كملتي الشهاده بتاعتك، وده فرق معاكي في ايه؟ لا كتير. في ايه بقى؟ فرق ان انا هيبقى احفز ابني ان هو يبقى احسن مني في حاجه. انا داخله عشان ابقى يعني انا ابقى كبيره في نظر ابني، واخليه يبقى اعلى مني، يبقى حاجه في المجتمع. انا نفسي يبقى حاجه عشان خاطر يقولوا ان هي يعني ايه ربيت ست وربيت. مش انت بابا وماما ولا بابا موجود؟ لا انا بابا وماما. انت بابا وماما. وبابا موجود برضو معانا، بس يعني هو في مشاغله وظروفه وكده، واحنا مع بعض عايشين مع بعض. عايشين لوحدكم مع بعض؟ لا مع والدي ووالدتي بس. هو طبعا كل حياتك. اكيد اكيد، هو الحاجه الوحيده اللي طلعت بيها. بجد يعني يمكن هو الحاجه الوحيده اللي فعلا اللي انا اللي فرحت منها من جوازي كله. يعني حاجة فعلا الحاجة الإيجابية اللي حصلت لك فعلا هو ابنك. هو ابني، ما كانش بتهيألي حياتي مش هيبقى لها لازمة. يعني بجد من غيره ما كانش هيبقى ليها لازمة في الحياة أساسا. هو حبك الوحيد دلوقتي. أكيد أكيد. وهيبقى سندك وظهرك ده بعد كده. أكيد هيبقى راجلي بعد كده. أكيد ربنا يخليهولك. بس أنا مبسوطة إن أنتِ عرفتي تكملي دراستك، إن أنتِ ما وقفتيش عند حاجة معينة، كملتي عادي ورجعتي مرة تانية، دي حاجة أكيد جميلة قوي. هي فعلا يعني أنا بجد اديتك ثقة في نفسك. أكيد أكيد. بقيتي ما كنتش بعرف اروح ولا اجي ولا اتكلم ولا اتعامل مع حد. رغم ان انا اساسا بتعامل مع جمهور كتير في الشغل، بس الدراسه خلتني ابقى يعني فعلا بجد اروح واجي واعرف الدنيا فيها ايه. وكنت بخاف اركب اي مواصله، اي مواصلات، اي حاجه. كنت فعلا كنت مغلقه جدا. برافو عليك. التعليم فرق معاكي؟ جدا.